نعم نلقي الكلام ولا نلقي له بالا، كأننا من أهل العصمة، كأننا ملائكة لا نخطئ، لكن إن الجراح تترك أثرا على وجهك وجسدك، أما جراح الكلمات تترك أثرا في سويداء قلبك. الكلمة هي الوسيلة للقتل البطيء التي تدخل القلب حتى تميت القلب للجسد. إن موت المشاعر ومشاعر الحب تأتي من الكلمات المسمومة التي تجتاح القلوب وتبث السموم في شرايين حياتك حتى تقتل بك كل براءة في قلبك وفي عقلك وقولك. ما ألأم الكلمات، تخرج من عقول فارغة ولكنها امتلأت سما. كم مرة ونحن نمشي في الأسواق رأينا امرأة متينة فظهرت على وجهنا البسمة التي أصبحت لا تظهر إلا فيما يؤذي مشاعر الناس، ثم ألقيت عليها كلمة قلت لها متينة بسخرية. هي هذه المرأة المتينة سمعتك، أنت ذهبت إلى بيتك تبتسم وتضحك مع زوجتك وأمك وابنك ولم تبالي بما جرى في أذنها. دخلت الكلمة في أذنها فبكت تلك المرأة، جرحها ينزف، تنظر في المرأة تنزف، تقول هو صادق، تنظر لجسدها تقول هو صادق. أبشرك أيها المستهزئ، هذه المرأة التي قلت عنها متينة ها هي تأخذ حبوب السم القاتل وتتجرع آلاف الأدوية حتى لا تسمع كلمة قاتلة من رجل قاتل. أنت قتلتها بكلمة متينة فجعلت هذه المسكينة من جسدها أرضا للتجارب القاتلة، وأنت لم تبالي بهذه الكلمة. للأسف نحن لا نعرف الإشارة الحمراء في كلماتنا، نلقي الكلام ونثخن الجراح ثم لا نسمع الألم. دكتور في الجامعة كان يضع في يده ساعة باربي، الساعة التي للأطفال، كان يلبس هذا الدكتور ساعة باربي التي للأطفال بلون زهري. الطلاب قالوا عن انظروا لهذا الدكتور هذا من الجنس الثالث، ومنهم من قال لا رجولة فيه، ومنهم من قال غبي، ومنهم من قال متخلف. لم يجعلوا كلمة إلا قالوها عن هذا الدكتور في الجامعة. دخل أحد الطلاب لمكتب هذا الدكتور فرأى صورة لطفلة صغيرة وبيدها ساعة باربي، نفس الساعة التي يلبسها هذا الدكتور. نعم هذا الدكتور فقد ابنته ولم يبقى له من ابنته إلا هذه الساعة ذكرى له منها. كلماتنا موجعة مؤلمة قاتلة ونحن لا نشعر. مراهق في القاهرة يرى رجلا مسنا فقد عينه، فيقول المراهق لهذا الرجل، يقول له أنت يا أعور، فقال له هذا الرجل المسن يا بني أنا فقدت عيني في الحرب حتى ترى عينك هذا الوطن. ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أن طالبا جامعيا قام بالانتحار لأن أستاذ الجامعة قال له أمام الطلاب والطالبات أنت تتكلم أم تضرب طبلا؟ قال الدكتور استهزاء بهذا الطالب لأن الطالب كان عيبه يتلعثم بالكلام. انتحر الطالب بعدما استهزئ به أمام الطلاب والطالبات. بعد التحقيق تبين أن هذا الطالب تعرض لحادث برفقة أبيه وأمه وكان هو الناجي الوحيد، ورأى أباه وأمه وهم يحترقان داخل السيارة ففقد السيطرة على الكلام، ثم يأتي دكتور يستهزئ به فكانت النتيجة أن قتل نفسه. امرأة في القاهرة تمسك لعبة وتدور بالشارع بشعرها المكشوف وملابسها المتسخة والصبيان خلفها يهتفون مجنونة مجنونة، لا يعلمون أن هذه اللعبة الوحيدة التي تركها ابنها الوحيد بعدما مات عنها. ما أقبح الكلمات، تأكل من قلوب إخواننا ونحن لا ندري. انتبه لكلماتك، لا تقتل أحدا بسيف لسانك، إن موت القلب أشد من موت الأجساد. احذر أن تستهزئ بمكلوم فإن البلايا تأكل العقول قبل الأجساد. الآن انظر لنبي الرحمة، الآن هل علمت لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها 70 خريفا في النار؟
تعلم لماذا؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله. تعلم لماذا؟ لأنك قتلت قلوب بهذه الكلمة قبل أن تقتل أجساد. تلقي الكلمة في أذن مسلم فتقتل به كل جميل. لهذا قبل أن تعرض كلماتك على قلوب الناس اعرضها على قلبك قبل أن تعرضها على الآخر.